خلينا نروح لصالة الأمير عبد الله الفيصل كما عودناكم، وأجواء ما قبل المباراة، الأهلي والسجون الكيني، ومراسلتنا العزيزة منى المنيسي. اتفضلي يا منى. كابتن هيثم، برحب بيك وبرحب بضيوفك نجوم استوديو التحليل بكل متابعي ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت، احنا حاليا في صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره علشان انقل لكم اجواء ما قبل مباراه الاهلي والسجون الكيني في بطوله الانديه الافريقيه، ودي تاني جولات النادي الاهلي في البطوله دي. عايز افكر حضرتك وافكر كل مشاهدينا انه دي يعني الاهلي عنده 15 او 10 القاب عفوا في هذه البطوله وبيسعى لتحقيق اللقب ال 11، اما السجون الكيني عنده 5 القاب في هذه البطوله، واكيد اخر لقب للنادي الاهلي كان اللقب العاشر كان في 2019، وبيسعى النادي الاهلي السنه دي ان هو يحقق اللقب ال 11 ليه. سكواد النادي الاهلي كامل ما عدا طبعا شروق فؤاد وسما. خليني سريعا اقول لحضرتك سكواد الاهلي النهارده في ايه الشامي، ندى وليد، تيتيانا بوكن، دعاء الغباشي، ندى حمدي، ميار، خليفه سلمى، يوسف، مريم ثروت، زينة العالمي، ساره امين، مي غزال، ايه خالد، علياء هاني، دعاء محمد، ونهال جمال. يعني يمكن سكواد محترم وسكواد من ذهب بيسعى لتحقيق الفوز النهارده بعد فوزه في اول جولات البطوله امس، او ضربه البدايه اللي كانت مع نصريه شباب بجايا الجزائري، واللي انتهت المباراه لصالح النادي الاهلي وفتيات الذهب بنتيجه 3-0. عايز افكر مشاهدينا ان نتيجه الاشواط كانت 25-9، 25-10، 25-11، يعني سيطره اهلاويه ذهبيه كامله. ان شاء الله نشوف نفس الاداء ونفس الطريقه اللي كانوا بيلعبوا بيها امبارح ونفس كل حاجه، ويقدر الكابتن ابراهيم فخر الدين يكون مسيطر على اجواء المباراه زي ما حصل امس. يعني يمكن المباراه اللي قبل النادي الاهلي والسجون الكيني اتاخرت وكنا في الشوط الرابع، ولكن انتهت حاليا دلوقتي او زي ما هو باين ورايا في الملعب. فدلوقتي فتيات الذهب او لاعبات النادي الاهلي بداوا ان هم ينزلوا الملعب عشان يبداوا في عمليات الاحماء مع كابتن ابراهيم فخر الدين اللي بيسعى النهارده ان شاء الله مع فتيات الذهب على تحقيق المركز او تحقيق الفوز النهارده وتحقيق اللقب ال 11 للنادي الاهلي في البطوله دي. ان شاء الله نكون موجودين مع حضرتك بعد انتهاء المباراه بنبارك على فوز النادي الاهلي زي امبارح كده، تنتهي ان شاء الله المباراه بنتيجه 3-0 لصالح فتيات الذهب. كابتن انا مع حضرتك، لو معاك اي استفسار العوده اليك مره ثانيه في الاستوديو اتفضل. الزميله العزيزه منى المنيسي، بشكرك شكرا جزيلا، كل التمنيات بالتوفيق لفريق الكره الطائره سيدات الحقيقه اللي بيخوض مباراه مهمه جدا مع السجون الكيني.